السلام عليكم، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحرار. هذه المرة مع تعديل الدستور وأزمة الشرعية في الجزائر. ها هو الدستور الجزائري مرة أخرى يخضع لعملية القص واللصق، ويرزح تحت تأثير ظاهرة المد والجزر والتمدد والتقلص وفق هوى السلطة الحاكمة في الجزائر. فيا ترى، هل تعديل الدستور هو تكريس لسياسة الهروب إلى الأمام وحركة التفافية على المطلب الجوهري للشعب الجزائري وهو تغيير النظام؟ هل الجزائر بحاجة لنصوص دستورية أم بحاجة إلى من يلتزم بروح ومعاني هذه النصوص؟ وخاصة أننا نرصد فرقا شاسعا وبونا واسعا وجهلا فاضحا وتناقضا صارخا بين معاني النصوص والممارسات السلطوية. هل للدستور التوافقي حقيقة ووجود في ظل إسناد مهام مشاورات تعديله لشخصية جدلية تفتقد صفة التوافقية بين الأطياف السياسية؟ وهل لم يحن الوقت بعد لتحديد هوية الدستور الجزائري من خلال الإرادة الشعبية وليس من خلال الولادات القيصرية؟ يشاركني في هذا الحديث جملة من الضيوف. دعوني أبدأ مع السيد محمد دخوش، باحث وأستاذ في العلوم السياسية. أستاذ محمد، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. أهلا وسهلا سيدي. أستاذ محمد، دعني أبدأ معك. أكيد قد رصدت مشاورات تعديل الدستور وعملية المقترحات التي تم وضعها للتشاور بخصوص تعديل الدستور. بداية، ما قراءتك لهذه المشاورات وخاصة المواد التي تم اقتراحها لتعديل الدستور؟ وهل ترى بأن هذه العملية تصب، عملية المشاورات وكذلك تعديل الدستور، تصب في مسيرة البناء الوطني في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة الكريمة. أولا نقول أنه تعديل الدستور في هذه المرحلة حقيقة هو لا يمثل أولوية إطلاق بالنسبة لمطالب الشعب الجزائري في التنمية، في تحسين ممارسات الإدارة، في تقريب الإدارة بالمواطن. هو اللي يمثل أولوية إطلاقا. ثم أنه المسودة التعديل التي طرحت من طرف الجمهورية على الطبقة السياسية كانت دون توقعات حقيقة، كانت دون توقعات، لأنها لا تحمي شيء الكثير ولا تبشر بأي شيء. هو مجرد تعديل شكلي لا يمس إطلاقا بالتوازنات الكبرى للنظام. مثلا فيه كلام عن توسيع صلاحية الوزير الأول، في العودة إلى تجديد العهودات مرة أخرى اللي كان تم فتحها في التعديل تاع 2008، في قضية منع التجوال السياسي، في الكلام عن محاربة الفساد والرشوة والرشوة إلى آخره. كل هذا كلام يعني، وكذلك هو دون الأمر المطلوب والمأمول، لأنه هو كما قلتم في التقرير نوع من هروب الألم. هو محاولة إعادة إضفاء صبغة من الشرعية على مؤسسات الدولة، لأنه لاحظنا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة تقريبا لو اعتمدنا النسبة الرسمية يعني تقريبا 50% لم يشاركوا الجزائريين، وهذا في حد ذاته يعبر عن أزمة مشاركة حقيقية تشير هي الأخرى إلى أزمة شرعية ما زال يعيشها النظام، يعني استمرار المسار الأزموي في نظام الحكم إلى يومنا هذا. لم يتخلص بعد من عقدة الشرعية. إن هذه محاولة أخرى للهروب الأمام وإخفاء نوع من الشرعية على النظام وعلى مؤسساته. أنه الآن تطرح قضية تعديل الدستور دون المس بالجوهريات، يعني بالأساس ماذا رئيس الجمهورية يملك صلاحيات مطلقة وهائلة تسمح له أن يكون هو الحكم والفصل في كل القرارات، في كل الأمور، في كل ترتيبات وتعيينات التوازنات الكبرى النظام. أستاذ محمد دخوش أنت قلت أنها لم تأتي هذه المقترحات والمسودة يعني معبر على الأمان الجزائريين، يعني ماذا كنت تتوقع يعني؟ والله كانوا يقولون في أثناء الحملة الانتخابية أنه برنامج السيد رئيس الجمهورية يحمل التجديد ويحمل الخير للجزائر ويحمل على الأقل مثلا هناك قضية وعد بها الكثير من الجزائريين، مثلا قضية دسترة اللغة الأمازيغية أن نتكلم عنها، قضية تقوية البرلمان تم القيل عن تقوية المؤسسات المنتخبة وإضفاء نوع من القوة لهذه المؤسسات بالمقارنة مع القوة الهائلة التي تحتكرها المؤسسة الرئاسة والمؤسسة التنفيذية.
إذا لم نلاحظ أي جديد إطلاقا أن يتم العودة إلى تحديد العهدات مرة أخرى. هذا كان أقره الدستور 89 وأقره الدستور 99. يعني نحن ما زلنا نراوح منذ 89، ما زلنا نراوح بهذا الكلام، لم نتقدم قيد أنملة. نعم. كنا قبل سنوات هناك تحديد عهدين ثم فضحت ثم أعيدت. نعم. ما هذا يعني؟ هذا نوع حقيقة أنه في افتقاد واضح للرؤية، في افتقاد واضح للرؤية السياسية. أين تسير البلاد؟ يعني هل كل مطالب الجزائريين أو مشاكل الجزائريين تقتصر على عهدة أو اثنين أو ثلاث؟ ثم من الذين يتكلمون عن الديمقراطية الصليبية؟ وجوه لا تموت بسلاح الديمقراطية، لا تموت بسلاح إطلاقا لاحترام الرأي الآخر. أين كيف تمت الحملة الانتخابية؟ والمشكلة الجزائرية ليس مشكلة نصوص، الجزائر مشبعة بالنصوص القانونية، المشكلة في قضية الالتزام بالنص القانوني. الجزائر مشبعة بالنصوص القانونية منذ 89 تم التعديل. تعديل 96 ثم تعديل 2008 ثم تعديل الآن يتكلم عن تعديل. هل هو مرة أخرى هل هو يشكل أولوية ملحة بالنسبة للشعب الجزائري؟ في وقت البطالة تضرب أقنابها، في وقت الفساد، في وقت ثم هنا إذا تكلمنا مرة أخرى كذلك عنه. تفضل. نعم استاذ محمد دخوش، انت الان ذكرت بانه ليس من الاولويات، فاذا انت كباحث في العلوم السياسيه برايك يعني لماذا الان ياتي تعديل الدستور؟ لماذا الان؟ لو تلاحظ انه لا حديث اطلاقا عن منصب نائب الرئيس الذي كان الكلام حوله قبل الانتخابات. فيه اتجاه نحو توسيع صلاحيات الوزير الاول بشكل يسمح له بالتسيير الشؤون اليومية للدولة لكي يساعد الرئيس المريض في تسيير أمور الدولة. هذا كله يعني كلام واحد، أنه أصحاب القرار يسعون إلى إيجاد صيغة قانونية تسمح لهم باستمرارية تحكمهم في المشهد السياسي. هذا المعنى الوحيد لهذا الأمر، أنه التوصل إلى صيغة قانونية لاستمرار تحكمهم في المشهد السياسي وتحكمهم في تسيير الأمور. هذا هو معناها الوحيد. نعم. قراءتك أستاذ محمد دخوش لتعيين سيد أحمد أويحيى على رأس المشاورات، يعني هو من يقود المشاورات لتعديل الدستور، يعني ما هي قراءتك؟ ورغم أنه معلوم أن سيد أحمد أويحيى يثير جدل غير محلي التوافق، يعني عنوان تعديل الدستور واضح من الأول. صحيح. عين هذا ما كنت أقوله، معناها أن الأمور محسوم فيها سلفا، أنه هناك نحن نسير نحو تغيير نسبي متحكم فيه سلفا. تعيين أحمد يحيى في إدارة العملية معناها نحن نسير إلى تغيير نسبي متحكم فيه سلفا لكي يتم إقصاء كل أي بوادر لسلسلات الأمور. مثلا لو نتذكر جميعا انه في عام 1999 لما كان مدير الانتخابات تم تعيين يوسف الخطيب، هو شخصيه تاريخيه توافقيه لقيت نوع من الاجماع انذاك. هنا سؤال، لماذا تم تعيين احمد يحيى بالمقابل توجد الجزائر وهو شخصيه لا تحظى برمزيه جيده لدى الشارع الجزائري، لا تحظى بترحيب، يعرف عنه انه رجل مهام قذره الى اخره، معناها انه وقضية محسوم فيها نحن ماشيين إلى تكليف الأمر الواقع، معناها أننا نحن ماشيين إلى تكليف الأمر الواقع وإضفاء الشرعية على عملية انتخابية سابقة فاقدة الشرعية. أن الدستور هم يريدون إضفاء الشبه القانونية على استمرارهم في تحكمهم في المشهد السياسي لا غير. كذلك لما نتكلم عن نقطة التعديل، هناك نقطة أخرى مهمة جدا لو تسمح لي نتكلم عنها. نعم تفضل. هل تسمعوني؟ نعم استمع اليك، استرسل في الحديث استرسل اسمع اليك. للاسف المعارضه في الجزائر تعيش ازمه حقيقيه للاسف، ازمه تمثيليه، ازمه بنيويه، نجد انها تفتقد لرؤيه سياسيه واضحه، تفتقد لادنى قدر من التنسيق السياسي الموحد، لادنى قدر من توحيد الجهود باتجاه او بهدف بلوره رؤيه لجزائر مستقبل، لجزائر تسعى لجناء أبنائها، لجزائر يمكنها ترسيخ وتفعيل المسار الديمقراطي. للأسف أنا هناك مبادرات حربية، مبادرات
نعم أستاذ محمد، أنت سبقتني الحديث عن الأحزاب. بداية دعني أقف، لأن هناك تصنيفات كثيرة للأحزاب الموجودة على 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 المشهد السياسي. البعض يعني أنت ما هي قراءتك لمبررات بعض الأحزاب، أو كما يسميها البعض بالحزيبات، وهذا ليس تعبيري إنما ورد عند بعض السياسيين. ما تقييمك لهذه الأحزاب التي سارعت وهرعت للمشاركة في المشاورات، مشاورات تعديل الدستور؟ يعني كيف ترى مبررات هذه الأحزاب؟ تلك احزاب، سلطه معروف عنها، تلك احزاب سلطه، او بين قوسين معارضه، سلطه. السلطه عندنا لديها معارضتها الخاصه ولديها مجتمعها المدني، تتحكم فيه وتسيره كما تريد من اجل تزيين واجهه المشهد السياسي، حتى يقول ان الجزائر فيه مشهد تعددي سياسي، فيه اختلاف اراء، فيه تنوع في الارضيه السياسيه. هؤلاء نحن الان لدينا قرابه 70 حزب، يعني امر مبالغ فيه، لا بدرجه لا تحتملها التيارات السياسيه في الجزائر. يعني هؤلاء ما يغلب على الاحزاب التي ذكرتها انها تفتقد للتمثيل، تفتقد التوازن حتى. نعم استمع اليك استاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ إذا كان معي الباحث أستاذ محمد دخوش، الباحث والأستاذ في العلوم السياسية، كي أسأله عن قراءته للأحزاب أو مبررات الأحزاب التي قد شاركت وهرعت المشاركة في مشاورات التي يقودها سيد أحمد ويحيى. وهناك بعض الأوصاف التي قد وصفت بها هذه الأحزاب قد ورد في أحد المقالات لبعض السياسيين الجزائريين، بأن هذه الأحزاب تسعى إلى ما يسمى بالتموقع الحزبي أو التموقع السلطوي. هل أستاذ محمد عاد إلي؟ أستاذ محمد هل تسمعني؟ أستاذ محمد هل أنت معي؟ أستاذ محمد دخوش؟ إذن كما قلت، هناك من وصف هذه الأحزاب بأنها تحاول أن تتموقع، أن تجد لها موقع حزبي أو موقع سلطوي، كما البعض يسمي. يعني قد أثار نقطة في أحد مقالاته السياسية، قال بأن هذه الأحزاب تحاول إيجاد يعني مخرج مشرف لإخراجها من دائرة الصراع مع الصراع والمواجهة مع السلطة. بل أحدهم قال أن هذه المشاورات تتيح لهذه الأحزاب أو الحزيبات، تتيح لها يعني الخروج من تحمل ما يسمى بتحمل. هل أستاذ دخوش عاد إلي؟ نعم نعم أستاذ محمد، كنت الآن أشرح للسادة المشاهدين بأن هناك أحد السياسيين قد كتب مقالا وأود أن تعلق عليه بخصوص هذه الأحزاب أو الحزيبات الصغيرة. قال بأنها يعني انضمامها للمشاورات مع أحمد ويحيى ما هو إلا تموقع، محاولة تموقع حزبي أو تموقع سلطوي، إيجاد مكان لها. بل ذهب إلى القول بأن هذه الأحزاب تحاول أن تجد مخرج مشرف للخروج من دائرة الصراع والمواجهة مع السلطة. بل ذهب إلى أن قال يعني الخروج من تحمل أعباء وتكلفة العملية التغييرية. ما تعليقك على هذا؟ صحيح، كلام سليم ومنطقي جدا، لانه هذه الكائنات السياسيه، حتى لا نقول ظلم الاحزاب، هي كائنات سياسيه لا وجود لها على ارض الواقع، لا تاثير لها في المشهد السياسي، لم تقدم لم تؤخر، جلها لم ينجح في 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 اكتساب مقعد واحد في البرلمان على الاقل. هي كائنات سياسيه لا تاثير لها على ارض الواقع. هدفها الاساسي، أو إن لم نظلمها، أغلبها هدفها هو التموقع كما قلت في السياحة السياسية والاستفادة من الريع النفطي، لأنه أصبح للأسف الآن يغلب على العملية السياسية في الجزائر طابع الزبائن، في الجزائر طابع الزبائنية، طابع النهب. أصبح الحزب هو مجرد أداة للاستفادة من الريع النفطي بأي وسيلة كانت. ثم أنه هذا يكرس نقطة أخرى يجد مهمة، أن السلطة من أجل إصباغ صفة الشرعية على أي عمل
تلجأ إلى مثل هؤلاء لأنه لا يهمها التمثيل والقوة الشعبية على مستوى الشارع، بل يهمها العدد، أنه قال معي 20 حزبا، معي 50 حزبا يؤيدون، وهم في النهاية لا قيمة لهم أصلا في المشهد السياسي، ولا يقدمون ولا يؤخرون، بدليل أنه المواطن لا يسمع بهم أصلا، ولم يقدموا لا رؤية ولا برنامج ولا تواجد ولا أي شيء. كائنات سياسية هم أصلا خلقوها من أجل تزيين المشهد، لأنه أنا في اعتقادي أنه تفريخ كائنات سياسية بمثل هذا العدد المبالغ فيه هو أمر مقصود بهدف تميع الحياة السياسية في الجزائر. للأسف السياسة في الجزائر أصبح لا معنى لها مؤخرا. تسمعوني؟ أستمع إليك. نعم، فهذا يعني ما قال الكلام الذي قلته فيه كثير من الصحة. نعم، منطق سليم، أنه هدفها التموقع والزبائنية وهي أصلا غير قادرة. نعم، هذا بخصوص الأحزاب التي قد شاركت في هذه المشاورات، والبعض منها قد ربما قد ينسحب إلى غير ذلك. الآن أنت كيف تقيم أداء الأحزاب الأخرى، وأعني بالضبط تنسيقية الأحزاب، يعني تنسيقية الأحزاب التي دعت إلى ربما في الأيام القادمة سنشهد الندوة الوطنية لتنسيقية الأحزاب، كيف تقيم أداءها؟ هل تعتبرها أنها يعني تسير في المسار الجاد، وهل تعتبر بأن كما قال يعني أحد الأحزاب المنتمين لهذه التنسيقية بأن مشاورات تعديل الدستور تأتي في سياق قطع الطريق على أن هذه الندوة الوطنية تدعو إليها التنسيقية؟ صحيح، هو كان لما يبرمج السيد أويحيى ندوة المشاورات حول الدستور قبيل الندوة المقررة لندوة الانتقال الديمقراطي يوم 7 جوان، هذا أمر يطرح تساؤل، هل هو دعا بهدف قطع طريق أمامها أم لا؟ صحيح، أمر مبرر ويمكن فهمه على هذه الشاكلة. بقضية أنه ما تقيمي لهذه المبادرات، والله مبادرة محترمة، مبادرة جيدة، تشهد سابقة نرحب فيها في الجزائر، أنه نجد حزب علماني مثل الأرسيدي يتقارب ويتقاطع في رؤاه السياسية مع محرك المجتمع السلم. هذا يؤكد أن المعارضة الجزائرية الجادة، يعني المعارضة الجادة التي تملك رؤية، التي تملك برنامج، التي تملك أفق سياسي، بدأت خطوة نحو المستقبل، خطوة جيدة، لأنه لما يتقارب واحد علماني واحد إسلامي الآن فهي خطوة جيدة باتجاه توحيد الرؤى وتنسيق الرؤى. لكن ما يعاب على المعارضة الآن، وإن كان هي مبادرة جادة، يعاب عليها أنه ما زالت تخضع لمنطق كيف يقال، منطق أنه جاء منطق رد الفعل، يعني أنه الآن دعيت فيه كذلك غياب تنسيق، لما الآن في قطب قوى التغيير وقطب ندوة انتقال الديمقراطي، لماذا لا يجتمع الجميع نحو رؤية واحدة ويكون أكثر قوة وأكثر فاعلية وأكثر تواجد في الشارع؟ لا أدري لماذا. هل تسمعني؟ نعم، أستمع إليك. نعم، قلت لك هي مبادرات جادة يمكن التعويل عليها، نرحب بها، لكن ينقصها أكثر من تنسيق بينها لفرض منطق واحد على السلطة، حتى لأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ. إذا لم يتم هناك فرض منطقها على السلطة، فإن السلطة تمشي بمقرراتها إلى الأمام ولا يهمها أحد. نعم، أستاذ محمد دخوش، يعني سؤال أختم به معك ويلتحق معي بعض ضيوف آخرين، يعني ماذا تريد أن تقول الآن للشارع الجزائري؟ أين الشارع الجزائري، يعني محل الشارع الجزائري من الإعراب في عملية تعديل الدستور؟ وماذا تقول كذلك للأحزاب الجادة؟ بالنسبة للشارع، الشارع يعيش حالة اغتراب سياسي متقدمة جدا. الشارع الجزائري يعيش حالة من الغربة والاغتراب السياسي متقدمة، لا علاقة له إطلاقا بالعملية السياسية، لا من قريب ولا من بعيد، بدليل نسبة العزوف الكبيرة جدا في الانتخابات الأخيرة، وهو غير معني إطلاقا بهذه العملية، يراها نوع من الترف. يعني هو الآن للأسف أولويات المواطن الجزائري الآن هي لقمة العيش، هي توفير حياة كريمة، هو لا يستمع إليها إطلاقا، بل بالعكس لديه صورة سلبية جدا عن الأحزاب والعملية السياسية.
يقول كل هؤلاء انتهازيون، كلهم يجون وراء مصالحهم، ما يعرفون غير في وقت الانتخابات، وهذا الكلام الدارج. الشعب في حالة عزوف، وهذا أمر خطير على مستقبل البلاد حقيقة، لأنه هو ضرب الصميم في شرعية السلطة، في شرعية النظام، في شرعية في مستقبل البلاد. بالنسبة للأحزاب الجادة، أنا أدعوها إلى أن إلى 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 التوافق أكثر، إلى إيجاد نقاط الاتفاق أكثر، إلى إبعاد نقاط الاختلاف، لأنهم مصيرهم واحد، هدفهم واحد، يروا عليهم أن يتخلصوا من الفردانية والأنانية وحب الزعامة، وأنه كل واحد يقول أنا الذي دعوت، فالجميع عليه أن يلتف حولي، لأنه ظاهرة الفردانية والأحادية لن تؤدي إلى خير. الهدف هو تجميع قوى المعارضة لبلورة مستقبل سياسي الجزائر، لأنه الجزائر بلد الجميع، تسع الجميع ويبنيها الجميع. أشكرك أستاذ محمد دخوش الباحث وأستاذ في العلوم السياسية، كنت معي من الجزائر. ينضم إلي الخبير الدستوري والأستاذ القانوني، أستاذ قانون الدستوري الدكتور فوزي أصديق. دكتور فوزي، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وبقناتكم. نعم، أشكرك دكتور على تلبية المشاركة. بداية، كيف رصدت مشاورات تعديل الدستور وأنت كخبير دستوري؟ هل ترى بأن هذا الدستور كذلك دائما يعني حظ الجزائر، دائما تكون دساتير الجزائر يعني دساتير أزمة، دائما تشهد ولادات قيصرية، نسمع دائما أسماء رنانة هنا وهناك، كيف رصدت المشهد؟ بالنسبة للدستور المرتقب والذي تم تحديد ولادته مسبقا، هو لا يرتقي لمصاف التوافقية حسب قناعتي الشخصية. هو ليس توافقي، سواء من حيث الشخص المعين المكلف، وكذلك سواء من حيث المحتوى. ولعل الحراك السياسي وكذلك يعني موقف الأحزاب السياسية لا أكبر مؤشر على ذلك. إذا بعد هذا التوطئة السياسية، فمن الناحية القانونية الملاحظة الأولى، نجد أن الخطيئة التي ارتكبت سنة 2008 وهو فتح العهد، تم الاعتراف عليها علنيا ومن خلال رسالة التي وجهت إلى أزيد من 150 شخصية بإعادة الرجوع لغلق العهدة. وبالتالي هذا إن دل على شيء أن التعديل الذي كان هو تعديل لتسيير مرحلة ما معينة، والتعديل الحالي كذلك هو لشرعنة مرحلة مستقبلية، أقل ما يقال عنها أنها ليست انتقالية، ولا تؤسس لدولة القانون ولا للقيم القانونية التي ندرسها للطلبة في مختلف الجامعات. فالدستور التوافقي عادة هو ذلك الدستور الذي يحاول إيجاد توافق بين مختلف التوازنات الموجودة داخل مجتمع معين. ولما نقول توازنات، سواء توازنات فئوية أو إيديولوجية أو فكرية أو غيرها من التوازنات الأخرى حسب طبيعة المجتمع. ويبدو أن هذا الدستور هو دستور فرض واقع أكثر من ما يكون دستورا توافقيا بالمواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها. نعم، برأيك دكتور، يعني ما هي الآليات القانونية التي من المفروض أن يمر عليها تعديل الدستور في الدول التي تحترم نفسها؟ الآليات يعني آليات المتعارف عليها والتي تسمى بالآليات الديمقراطية، إما مجلس تأسيسي أو لجنة تأسيسية أو لجنة تمثيلية تمثل مختلف مشارب المجتمع، وليس عن طريق حوار بروفيشن أو عن طريق الغرف المغلقة أو عن طريق المراسلات وصبر آراء أو استقصاء الآراء. هذا يخالف المعايير الديمقراطية. وإن أردنا أن يكون دستورا ناجحا بكل المقاييس وتوافقي، بعد هذه المرحلة يجب أن يمر إلى مرحلة ثانية، ومرحلة الاستفتاء الدستوري. وهنا يجب أن نفرق ما بين شيئين،
يوجد استفتاء سياسي والاستفتاء دستوري. لما نقول استفتاء سياسي يعني الانتخاب على الدستور ومسبقا يعني نتيجة معروفة والاستفتاء معروف والنسب معدة سابقا. أما الاستفتاء الدستوري فنترك الشعب ومختلف فئات الشعب أن تعبر عن آرائها وعن انطباعاتها بكل حرية مطلقة بدون تقييد هذه الحرية. ولهذا أنا بالنسبة لهذا الدستور ولعل كتبته في العديد من المقالات أنا قلت أنهم يريدون أن تتم العرض للدستور التوافقي والعروسة حامل، أي محاولة شرعنة ما هو موجود ومحاولة إعطاء الشرعية لما هو سيأتي مستقبلا، وهذا لا ينسجم لا مع الذوق العام ولا مع الأسس والمعايير الدستورية المتعارف عليها. نعم دكتور، أنت قلت في أحد مقالاتك يبدو أن العروس حامل معلوم لدى البعض ميعاد ميلادها وولادتها، وباقتراب التاريخ يجب شرعا ذلك بعرس توافقي، ويبدو أن استخراج شهادة الميلاد في برلمان فاقد للشرعية بشهادة المؤيدين قبل المعارضين، قد يشوه الدستور يفقده مقومات وجوده مستقبلا. يعني والمادة 176 يعني تجيز له أن يعني يتم تعديل الدستور أو عرض الدستور على البرلمان، والبرلمان معروف كما قلت أنت فاقد للشرعية. إذن إذا كان هذا الدستور يعني سيسوس المرحلة القادمة، برأيك ما هي معالم المرحلة القادمة في نظر الدكتور، وخصوصا أنه سيمر على عبر برلمان غير شرعي؟ البرلمان غير الشرعي عودنا برفع الأيدي، عودنا بالتصفيق، والبرلمان يعني الحالي وليست شهادتي بقدر ما هي شهادة العديد من النواب المنتمين لهذا البرلمان، أصبح عبارة عن مكتب دراسات أو عن جهاز تابع لسلطة بدل ما تكون سلطة مضادة كباقي سلطات أو مؤسسات الدولة، وكما هو متعارف فيه في العديد من الأنظمة المقارنة. وهذا مما يزيد إبهاما ويزيد فقدان للشرعية لهذا الدستور المرتقب. نعم، برأيك دكتور أنت وكخبير قانوني وخاصة يعني اختصاصك يعني بشأن الدستور إلى غير ذلك، يعني كفقيه دستوري، هل ترى بأن يعني ما مؤشر كثرة التعديلات هذه في الجزائر؟ يعني الجزائر يعني تعتبر من أشهر الدول التي تقوم بتعديلات دستورية، هل هذا يعني ظاهرة صحية؟ هل هذا يعني يفيد بأن هناك اجتهاد دستوري في الجزائر أم عدم استقرار مؤسسات الجزائر؟ في ديمقراطية حقيقية في دول ذات ثقافة انتخابية متجذرة نجد أن هذا قد يكون مؤشر على حراك المجتمع، على حيوية المجتمع، على تقدم نحو الأمام لإرساء وبناء دولة القانون. ولكن في ظل ما هو جاري في الجزائر من يعني ما ممكن نقول معذرة على هذه العبارة عن عبث دستوري، نجد أنه هو مؤشر على عدم استقرار مؤسساتي بقدر ما هو مؤشر على اجتهاد فقه دستوري جزائري. ولهذا يجب أن لا نضطر، لأن أغلب الدساتير أو التعديلات الجزائرية هي دساتير قيصرية بقدر ما تكون دساتير ذات ولادة طبيعية متعارف عليها وفق المعايير والمواصفات الدولية التي هي موجودة لدى دول العالم. وأبسط على ذلك، منذ 50 سنة ونحن لم نعرف طبيعة النظام السياسي الجزائري، هل هو رئاسي شبه رئاسي رئاسي مغلق برلماني، الوزير الأول في الدول الكبرى الدول المقارنة هو يعني له سلطة تنفيذية وبالتالي ثنائية السلطة التنفيذية. نحن في الجزائر دائما الوزير الأول هو من كبير موظفين أو كبير مستشارين رئيس الجمهورية.
البرلمان ذات غرفتين، برلمان له كامل الصلاحية وبرلمان آخر للإجازة والإقرار فقط وفاقد للمجلس الدستوري. يعني نجد أن توسيع الإخطار، نجد العديد من الدول للبرلمانيين لحقهم الإخطار، بل بعض الدول للناخبين وبشروط معينة. نحن في الجزائر لا يوجد هذا التشريع، مثلا مادة في حول الفساد والرشوة، بدلا من تشريع هذا المادة كان من الأجدر تقوية مجلس المحاسبة الذي هو أحد الأسلحة الفتاكة لمحاربة هذه الآفة. وبالتالي توجد في المقترحات المقدمة بلوزير انكويرونس، يعني العديد من لا منطق إن صح التعبير في مجال القانون الدستوري وفي مبادئ الدستورية التي هي متعارفة لدى العديد من الدول. أشكرك دكتور فوزي وصديق، الأستاذ القانوني والفقيه الدستوري، كنت معي عبر الهاتف. ينضم إلي عبر الهاتف الشيخ علي بالحاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشيخ علي، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. أهلا وسهلا، مرحبا الشيخ. أود أن أسألك، كيف رصدت عملية مشاورات التعديل الدستوري؟ وأريد أن أسمع قولا فصلا من شخصكم الكريم حيال موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكذلك حيال ما قيل في وسائل الإعلام أن هناك شخصيات كانت محسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد شاركت في مشاورات تعديل الدستور. أولا بالنسبة إلى المشاورات المتعلقة بمسودة الدستور، نحن لا دخل لنا في هذا الموضوع. صحيح أن هنالك مواطنين كانوا في يوم ما في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأعلنوا على أنهم أصبحت بالنسبة إليهم الجبهة مجرد ذكرى وقطعوا صلاتهم بها من ناحية التنظيمية ومن حيث المشروع ومن حيث لكن هنالك مسألة تتعلق بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد أصدرت بيانا قبل الرئاسيات وأعلنت فيه على أساس أن الأهم شيء هو أن تكون هنالك مرحلة انتقالية، ولا زالت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على ذلك الرأي إلى يوم الناس هذا. نعم شيخ علي بالحاج، هم يدعون إلى 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 دستور توافقي، هل ترى أن الشخصية التي قد تم إسناد لها مشاورات تعديل الدستور هل فعلا هي تحقق التوافق؟ ما معنى التوافقية لدى الشيخ علي بالحاج؟ وأرجو من الساسة وأهل الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية أن لا يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع، يعني موضوع قضية المشاورات والمواد التي ستعدل في الدستور، كل هذا عبث، ويريدون أن يشغلونا الآن بمثل هذا الموضوعات التافهة التي لا أساس لها من صحة. متى كان الجزائر دستور؟ الجزائر من 63 كل رئيس له دستوره الخاص مكتوب في مجموعة من الأوراق محفوظ على الرفوف مداس في الممارسة سواء من أعلى هرم السلطة إلى أدنى هرم السلطة. رئيس البلدية لا يحترم الدستور، رئيس الدائرة لا يحترم الدستور، الوالي لا يحترم الدستور، الأجهزة الأمنية لا تحترم الدستور. المشكلة في الجزائر ليست في كتابة الدستور، الدستور الوحيد غير المكتوب في الجزائر هو الفساد، هو الرشوة، هو المعرفة، هذا هو الدستور الغير المكتوب، هذا هو الدستور السائد والشائع والذائع المتعامل به حقيقة. يعني ليس لنا عدالة، هنالك أوامر، هنالك هواتف، ليس لنا احترام لحقوق الإنسان، الذي يخرج للتظاهر لا يحترم، يضرب ويصفع ويركل ويهان. إذن ليس عندنا دستور أصلا. الدستور كما قال بعض
الغربيين قديما قالوا الدستور الذي لا يعمل به ولا يمارس كأنه غير موجود أصلا. إذن نحن ينبغي علينا أن تنصب جهودنا وتفكيرنا في الطرق الأنسب والأليق والأجدى إلى ذهاب هذا النظام بجناحيه واستبداله بنظام قائم على أسس متعارف عليها بين جميع الطبقة وبين ويحقق الأمان وما يطمح إليه الشعب الجزائري من الحفاظ على هويته وعلى دينه وعلى دنياه في كان في المساواة والعدالة والحقوق المتبادلة بين الجميع. هذا الشيء الذي ينبغي يعني. أما هذا الدستور يعني باستطاعتي الآن أن أناقش كل ما جاء فيه مادة مادة، ولكن من العبث أن ندخل في هذا النقاش. نعم ينبغي علينا لا نصرف جهدنا إلى هذا النقاش. نعم شيخ علي بالحاج، برأيك يعني لماذا الإسراع في طرح تعديل الدستور في هذا الوقت بالضبط؟ يعني ألا تعتبر أو توافق من يقول بأن طرح تعديل الدستور في هذا الوقت بالضبط هو دليل صارخ على عدم شرعية النظام، وهو يريد الالتفاف على فشله في انتخابات 17 أبريل، وهو يشابه نفس الوضع الذي كان في سنة 99 حينما فقد شرعيته في الانتخابات وحاول استرجاع شرعيته باستفتاء عن ميثاق السلم والمصالحة؟ الذي يعرفه على أساس أن قناة العصر وقناة المغاربية قناتان تفتحان المجال واسعا لكل الأطراف، فمثل هذا السؤال أنا أحدث أن تتصلوا برئاسة الجمهورية وتفتحوا لها المجال لكي تسألوها هذا السؤال فتجيبكم. أنا قلت لا أريد أن أدخل في هذا العبث وهذا الكلام، يعني الطاقة التي يعني أصبح الناس كلهم الآن مشتغلين بقضية الدستور والمادة الفلانية وهذه لو كانت كذا وهذه تدستر وهذه لا تدستر وما هي الثوابت يعني، وأصبح عراق وأصبح نلعق في اللبان لا أكثر ولا أقل. أنا أريد أن أصرف المساء، أنا يعني أرى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحتى حركة رشاد وحتى التنسيقيات كلها الآن تريد أن تكون هنالك مرحلة انتقالية لا يشترط فيها طرف على طرف أي شيء، وإنما يجلسون في مؤتمر عام على كل حال ويخلصون إلى قواسم مشتركة تلزم الجميع. هذا هو ما ينبغي أن ينصب. أما الدستور فانسوه، الجزائر ليس فيها الدستور. أنا عندما أرى شرطي يصفع مواطن ويسب مواطن ويهيل مواطن، وعندما أرى يعني رئاسة الجمهورية تدافع عن من انتهب المال العام هذه، ثم بعد ذلك هذا الدستور الذي يقترح للتعديل هل جاء من رئيس جديد؟ هذا جاء من رئيس له 4 هدات الآن، وكل الكلام الذي يقال لو أننا استعرضنا 15 سنة وتصريحات الرئيس والوزراء يعني سواء بالخادم سواء سلال سواء يحيى سنجد الكلام هذا واحد، لكننا نحن مشكلتنا عندنا ثقب في الذاكرة، عندنا ثقب في الذاكرة لا نتذكر المواطن والمواقف لهؤلاء الذين يريدون الآن أن يناقشوا قضية الدستور أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الذي يعني يراه العقلاء هو أن تنصب جهودهم على أساس تغيير النظام تغييرا جذريا عن طريق مرحلة انتقالية ومؤتمر وطني يحضره الجميع، الأحزاب المعتمدة وغير المعتمدة والشخصيات الوطنية، ثم هذا كذب. والنبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إذا لدغ مرتين فإيمانه ناقص. نعم. إذا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهي الغفلة وهي عدم الفطانة، والمسلم كيس حذر فطن، هذه من صفات المسلم. كيف يريدون الآن أن يستغفلون مرة ثانية وندخل معهم في أخذ ورد، ثم بعد ذلك القرار معد وجود في الدرج وسوف يعلنون، أما هذه الأشياء كلها عبارة عن يعني تلاعبات ومناورات سياسية لكسب الوقت،
شعورا منهم بأن الانتخابات التي مرت هي أضعف انتخابات في تاريخ البلاد كلها، وهذا هو الشيء الذي جعلهم يسارعون إلى طرح هذا الدستور التوافقي بعد أن سرقوا الفكرة من غيرهم وتبنوها وسيفرغونها من محتواها كما هي عادة هذا النظام. فلا بد أن نرتقي بالنقاش إلى هذا وأنا عندما تحدثت عن العطر لأنني أعرف بأن الخط نتاعها أنها تفتح المجال لكل للجميع حتى يدلي بدلوه. نعم استطاعتكم أن تتصلوا برئاسة الجمهورية وتفتحوا له هذا إذا كانوا أخذ ورد. لا شيخ أنت عرضت قلت لي يعني اتصلوا بهم يعني أبشرك من الآن أنهم يرفضون الاتصال ويرفضون الحديث معنا. هذا مش ليس من هذا الشهر يعني من بداية قناة العصر من فتحت قناة العصر يرفضون تماما الحديث مع قناة العصر. لهذا وجهت لك السؤال لكن أنت قلت شيخ نعم نعم تفضل. هذا لا ينقص من قناة العصر. نعم نعم أكيد هذا لا ينقص ما دامت هي تتصل بالأطراف الأخرى ثم يرفضون هذا يدل على أن هؤلاء حجتهم ضعيفة أو لا يستطيع أن يدافعوا على أنفسهم، ولكن هذا في الحقيقة يرفع من قناة العصر وقناة المغاربية التي تفتح أيضا مجالها ثم لا يريدون الإجابة، ونحن يعني نعزز هذا الخيار الإعلامي الذي يفتح على مصرعيه لجميع الأطراف. نعم ونحن كذلك الشيخ ملتزمون بالقانون قانون الإعلام الذي يفرض علينا كذلك يعني إعطاء الفرصة للرأي والرأي الآخر. لكن الشيخ البعض يقول بأنك دعوت إلى محاكمة بوتفليقة لأنه داس على الدستور طوال سنوات حكمه ولا يمكن أن نسمح له بتعديله وفق هواه، يعني هذا ما جاء عبر وسائل الإعلام. يعني برأيك كيف يتم الآن منع تعديل الدستور وفق هواء السلطة الجزائرية؟ المنع إما أن تتراجع السلطة فتراجع خطها إذا كانت يعني فيها بقية من عقل ومسكة من عقل، وإما أن تمضي فيما تريد أن تمضي فيه فلا فائدة في من ذلك، سوف يعدل الدستور على هواهم وسوف يدستيرون تقاسم السلطة بين الأجنحة المتصارعة، وبالتالي عندما تسمع أنهم سيدستيرون المصالحة الوطنية عندما يدستيرونها ما المقصود بها؟ هل سيدستيرون ميثاق السلم والمصالحة الذي يجرم الضحية ويبرئ الجلاد ويعطيه حصانة؟ يعني هذا كأنهم شعروا بأن قانون السلم والمصالحة يعني رفضته يعني الكثير من الطبقة السياسية والقانونية والدستورية داخليا وخارجيا، فأرادوا أن يرقوا به إلى شكل الدستور فيحصنون هؤلاء المجرمين عن طريق دسترة. هذه في الحقيقة من الأشياء التي ينبغي أن تناقش يعني، ولذلك قلت نحن لا نريد أن نناقش هذه المواد، ولكن عيوبها ونواقصها وخلفياتها والمكر والخديعة الموجودة في هذه المواد كثيرة جدا، ولكن نحن نضرب عن ذلك صفحة ولا نريد أن ندخل في هذا النقاش. نحن نركز على أساس أن الدستور في الجزائر شيء معروف عند العام والخاص، ليس هنالك دستور. الدستور الوحيد غير المكتوب في الجزائر هو المعرفة، هو المال، هو السلطان، هو القوة، هو الهاتف، هو التحالف الموجود بين القوى العسكرية والسياسية والمافيا المالية وبعض المافيا أيضا الدينية الآن التي أصبحت تتحالف لتفريخ الفتاوى لهذه الطغمة الحاكمة في البلاد. هذا هو الشيء الذي ينبغي علينا أن ندركه إدراكا، أما تضييع الوقت وتسويد الصفحات والجرائد بمثل هذا اللغط الذي لا شيء من ورائه. شيخ علي بالحاج هم لن يتراجعوا، هم حتى السيناريو رأيناه أنه ذهبوا إلى سيناريو الانتخابات 17 أفريل ونفس الأشخاص الذين كانوا يتبجحون بفتح العهدات بقياس على دول غربية هم نفسهم مثل أحمد ويحيى هم نفسهم الآن يبررون لتحديد العهدات بقول أن هذا ضامن للتناوب على السلطة وتداول على السلطة. في ظل عدم التراجع ما يعني كيف تتصور المرحلة القادمة وما تطلبه الشيخ علي بالحاج من القوى الخيرة داخل الجزائر؟ على كل حال منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية في 92
والنظام يتخبط والنظام يسوف ويؤجل التغيير، لكن التغيير الآن آت بإذن الله تبارك وتعالى في ظل الوعي الشعب. الآن الشعب أصبح واعيا، والطبقة السياسية الآن راجعت كثيرا من مواقفها وأصبحت تعلم بأن أنهم وقعوا في فخ السلطة، وأن السلطة لا يعني غير جادة في العمل السياسي الحقيقي والتعددية الحقيقية، وإنما تضرب هذا بذات. ولذلك كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ دائما تقول نحن لا نعارض المعارضة، ولكننا نعارض من هو في السلطة لأنه يملك يعني آليات التنفيذ وأخذ القرار وتطبيق القرار، بينما المعارضة لا تملك إلا الطرح السياسي والنشاط، وهذا في الحقيقة لا يخيب السلطة. ولكن هذه المعارضة إذا اجتمعت على نقطة واحدة، وهي أن يذهب هذا النظام واستبداله بنظام آخر حقيقي يحقق التعددية السياسية الحقيقية للبلاد، وتتصارع فيه المشاريع بطريقة سلمية، ومن يختاره الشعب هو الذي يحكم لفترة عن في ظل التداول على السلطة. هذا هو المخرج الوحيد. متى سيكون هذا؟ السنة هذه، 6 أشهر، عام، هذا آت بإذن الله تبارك وتعالى. أما هذه الوجوه التي هي تتغير من يوم إلى آخر، فما زالت دار لقمان على حالها، والمكر والخديعة في النار كما يقول عليه الصلاة والسلام، أي صاحبهما في النار. هذا كله مكر وخديعة وخبث ومناورة سياسية في الحقيقة للبقاء في الحكم بأي طريقة، سواء كانت عن طريقة سياسية أو المخادعة أو المخاتلة. وهذا النظام لدغ الشعب منه مرارا، ولدغت المعارضة منه مرارا، فالذي يكرر التجربة معه فهو لا شك أنه يعني في الحقيقة مغفل أو عميل أو إنسان في الحقيقة لا يعرف من السياسة شر ونقير. أشكرك الشيخ علي بالحاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معي من الجزائر. كما أشكر الأستاذ دخوش وهو محمد وهو باحث وأستاذ في العلوم السياسية. كذلك أشكر الدكتور فوزي الصديق الفقيه الدستوري. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة، تعديل الدستوري وأزمة الشرعية في الجزائر. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.